في يا اخي طلع ثالث ناقص. وين موجود هذا الكتاب؟ من غير شر مش موجود. نشوف نهاية الفيديو وين؟ يا جماعة نفس انتم شايفين انا وراي ترى الاستاذ احمد بن علي المونديالي، احد الامتيازات القوية اللي موجودة بقطر مول. يا جماعة عندهم بطاقة اسمها بطاقة هدية. بعد ما رفعت الليمت فكرني قاعد امزح. نروح فيستيفال؟ نروح فيستيفال؟ يلا نروح فيستيفال. يلا شوف. وصلنا يا جماعة الخير فيستيفال. جاهز انك تخسر؟ بس جاهز انك تخسر؟ راد والله ما تعمل تخسر. والله ما تعمل. يلا يا جماعة نخسر محمد بالمعلومات ونشوف مزايا فيستيفال 6. شوف صراحة أنا أكون معك صريح. لما شفتك مش محضر شوية طمنت، بس لما شفت الحين لسه المعلومات اللي في الملاحظات شوية توتر. يلا. شوف أعطيك معلومة أتوقع أنك ما بتعرفها. قول. فيستيفال سيتي أو دوحة فيستيفال سيتي هو أكبر مول تسوق في الدوحة. تمتد مساحته 600,000 متر مربع قبل لا يفتح بلاس فاندوم. عشان النظرة هاي انا شفتها، النظرة هاي انا شفتها بس لك الحق. قبل ما يفتح بلاس فاندوم اللي كم تمتد مساحته بتذكر ولا زهايمر؟ فوق المليون، فوق المليون متر مربع. ففستيفال سيتي هو اكبر مول ليه ما فتح بلاس فاندوم؟ قسم بالله منطقي. اول ما كنت اجي فستيفال سيتي ورب الكعبة اللي كنت امشي كارديو كارديو يا جماعة، احس انه عندي شد والله. زين قطر مول كم طابق؟ ثلاثة، جزء منه ثلاثة وجزء منه طابقين. زين هاي المول كامل كامل طابقين. حلو. كم محل؟ أكثر من 540 محل، أهمهم وأبرزهم اللي يستاهل فلوج وفيديو خاص. أيوه. إيكيا أو مثل ما الاسم النطق الصحيح إيكيا. والله أسف تقول إيكيا. بس إحنا نقول إيكيا إيكيا. يعني. يا جماعة المميز إن إيكيا أو إيكيا له بوابة من المول من فيستيفال سيتي غير البوابة الرئيسية اللي موجودة برا. احنا حاليا مقابل ايكيا. شوفوا مثل ما تشوفوا يا جماعه الخير، بس مجرد دخولنا حاليا احنا نشوفها فيستيفال سيتي. فيستيفال سيتي مجرد دخولنا بس من هالبوابه. احنا وين حمود؟ تعرف والله اصحاب اللي بتخلينا اجي فيستيفال احيانا والله فعلا عشان ايكيا. انت عارف انه ايكيا ايكيا والله مش عارف ايش النطق الصحيح، بس ما علينا. انت عارف انه هاي يستاهل فيديو لحاله يعني. هاي ميزه خلاص. انتهى نفست الحين ولا لا؟ مولك اللي قاعد تطبل فيه صار لك ساعتين. هل في نفس هالمحلات تاثيث منازل من اي تو زد ونفس الشيء للاطفال، غرف للاطفال؟ يعني مش حاسه صراحه شيء. كيف مش حاسه؟ داخل مول، لا داخل مول مستلزمات يا جماعه لتاثيث البيوت، ونفس الشيء تاثيث غرف الاطفال. انا كنت اجيب اغراض من هنا للبيت وجبت الهوم سنتر. يعني معلومه مفيده. زائد بعد الصلاه بقول لك. طبعا غير المحلين اللي صورناهم قبل شوي، وغير اصلا ايكيا، شوفوا يا جماعه المحلات الموجوده في فيستيفال تاثيث المنازل من اي تو زد وهوم سنتر. وين موقع الدوحة فيستيفال سيتي؟ وين؟ هو على خط الشمال ما بين الاخرطيات والمنطقة الشمالية. هو شوف انا ضعيف باللوكيشن المواقع هذه. انت تكتب دوحة فيستيفال تعال هذه الحلقة خلاص. بس موجود يعني في المناطق الشمالية. اسألك سؤال. لا انا حسألك سؤال. في ثلاث ملاعب مونديالية حمود ستقام عليها مباراة كأس العالم قريبة من دوحة فيستيفال سيتي، عددهم. لوسيل. لوسيل. مدينة تعليمية. مدينة تعليمية. شمال. شمال. بعيد هناك. البيت اقرب مول بالنسبه لاستاد البيت من المولات الفخمه الكبيره اللي في الخور. نعم استاد البيت مول. في مولات في الخور صح، لكن اتكلم عن مول. أقرب مول صح. اكيد اكبر مول شمال على طول صح. اقرب واكبر مول فخم بالنسبه لاستاد البيت. فثلاث ملاعب مونديالية مش ملعب واحد. طيب مش ملعب ما اوكي تاخذ نقطه القوه. تعال احطك في زاويه. حطني في زاويه. نقدر نوصل المول هذا بالمترو ولا لا بشكل مباشر؟ حسب المعلومه اللي عندي للاسف لا. ايش؟ ايوه انا عارف انه لا. اوكي فكرت عندك معلومه يعني. لا ما انا قصدي احطك في زاويه ما في للاسف للاسف ملعب. بس عادي في مواصلات نقل اوبر سيارات خاصه. كويس انك سالت عن معلومه المترو. سالنا الاستعلامات واعطونا معلومه والله جدا مهمه. شوفوا بشكل مباشر ما نقدر نجي في المترو هنا لانه ما في محطه مول. يا اخي شقنا ولا كل في حل بديل. الحل البديل انك تطلع من البوابه. الحين بصور لكم البوابه مش لمده دقيقتين تروح محطه الباصات. حلو. من محطه الباص بتروح بشكل مجاني مع بطاقه هيا. مع بطاقه هيا لوين؟ محطة لوسيل بالمترو. يعني لو حاب تيجي باختصار، لو حاب تيجي في السبل من محطه لوسيل. محطه لوسيل صورناها في فيديو المترو. اكيد تاخذ باص من هناك بشكل مباشر خلال 20 دقيقه تقريبا. قالت تقريبا 20 ل 25. يوصلك لفيستيفال سيتي محطه الباصات البوابه اللي حيصورها بعد. بس شكرا شكرا والله عز. كل اللي عليكم يا جماعه تطلع بس من هالبوابه الردها الغربيه رقم 2. طبعا شوفوا يمين المول مونوبري وايكيا. طبعا في بوابه خاصه لايكيا وفي بوابه من داخل المول. ترى احنا للحين في فيستيفال سيتي ما طلعنا الشارع، ما رحنا الشارع الرئيسي. هاي المواقف شوفوا تطلعون من نفس البوابه اللي تكلمت عنها. هذه محطه الباص وسبحان الله سبحان الله هذا هو الباص وبيروح حاليا لمحطه لوسيل.
فور فري لبطاقه هيا اكيد. متى تاسس قطر مول او متى تم انشاؤه افتتاحه؟ 2017. هذا 2017 بس ليش هالمعلومه؟ بس لا وقف ترى هو هذا بعد قطر مول شهر 4. ايوه بعد قطر مول شهر 4 ان شاء الله. نعم اي بس شهر 4. زين كم كلف هالمول بلس فاند؟ كم كلف حمود؟ 5 مليار. 5 مليار هاي كم كلف؟ كم كلف؟ لا تقول لي 6 مليار ريال قطري. لا لا والله اي ما يعادل مليون و600 الف دولار امريكي. بس والله يعني اشمعنى كلف اكثر من بلاس فاند مع انه ذاك اكبر؟ والله حمود يعني سؤال وجيه هذا. سؤال وجيه ومحلي ومنطقي لكن اكيد في سبب راجل. في سبب لازم نجاوب عليه للناس. ولا يمكن ايكيا 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 حمود ايكيا مركز كبير ممكن صح؟ طبعا هو من جيبه اعطاك المعلومه. انتم ابحثوا واكتبوا بالدسكربشن يا جماعة عشان ما نبلغ عليكم بالشتات. جميع البراندات موجودة صح خلاص يعني الرياضية الملابس ما راح نصور كل شيء. لا خلاص جميع 500 محل جميع الماركات موجودة بالضبط. فتعال وتبغى يعني الشوبينج تخلص امورك بالضبط. اي مول حتخلص مني يا راجل صحيح سواء قطر مول ولا في السبل. بس في مول بتميز عن الاخر والله لو في السبل. وانتم ان شاء الله بنهاية الفيديو بتحكموا في التصويت تحت. طيب حنشوف. واكيد مثل اي مول فود كورت موجود والمطاعم الفخمه والراقيه موجوده. أباجور من احلى المطاعم اللبنانيه عن تجربه حموده والله تجربه موجوده موجوده في قطر مول. ها تشيز كيك فاكتوري موجود من باب ما في حد احسن من حد. فيستيفال سيتي فري واي فاي اوكي صراحه خدمه كويسه اوكي ها ممتازه. الرجال مشغول شكله عنده اتصال لكن اعطيكم معلومه انه فيستيفال سيتي هو يعتبر كمدينه حموده اوكي مدينه مصغره تجمع ما بين الترفيه المطاعم الكوفيات التسوق ومناسبه لجميع فئات الذكور الاناث وجميع الاعمار. ليش؟ في الحين العاب مخصصه للاطفال نفس قطر مول. ايوه تاثير البيوت موجود يا اخي تطويل قطر مول تاثير قلنا موجود صحيح. يناسب الحريم ويناسب الشباب صحيح. في مدينه العاب ثلجيه ايوه وفي حديقه انجري بير. هالاشياء موجوده عندك قطر مول يعني الاطفال في كيدز موندو. لا مدينه ثلجيه مش للاطفال لجميع الاعمار. حمود هنا لجميع الاعمار. تعال برد يا اخي تعال تعال فصح حبيبي البرد في الضحى حر. تعال يلا تعال يلا. ها حمود يا اخي بس كله صغار جوا. لا ما له شغل هو كله صغار حاليا مش شغلك بس في للكبار. عندك قطر مول المدينه الثلجيه هذه ولا لا؟ ها عندي فندق بعد التعب وانت شايف مولين الحين استراحه محارب. والله ضروري شويه انسولين. لازم نرفع شويه معدل السكر. اوكي يا احمد لما جينا الاوردر يا جماعه نعطيكم معلومه خفيفه عن المولات اللي في الدوحه. للعلم من 15 اكتوبر تم تمديد ساعات العمل في المولات كحد ادنى لثنتين الصبح. حموني خلينا نصور للناس يا اخي. صور للناس. لذيذه والله يا جماعه. اجين تقييم مطاعم تقييم سويتات اهم شيء المقيم مش موجوده صحيح ان شاء الله مغرفه مش معلقه. تعديل بسيط على معلومه التوقيت بدا من الاحد الجاي تاريخ 13/11 اغلب المولات حتكون بتسكر الساعه 2. اغلب المحلات حتى رجوع المولات حتسكر على الساعة 2 الفجر. لكن قالت حاليا ترى 2 بس بعض المحلات ايرلي. قالت السينما المنبري هذول بيسكروا الساعة 2 بس قالت اغلب المحلات تسكر الساعة 2 بدأ من الاحد الجاي تاريخ 13/11 مش 15/10 عشان ايش؟ عشان كاس العالم. كاس العالم نعم. والله هاي ميزة تعطي قطر مول 10/0 فايف جايز مش موجود في قطر مول للأمانة من المطاعم المفضلة للارم. تعترف انها ميزة؟ تعترف انها ميزه ولا ما تعترف؟ والله ميزه قويه. ها قسما بالله ملاقى مطعم البرجر المجرب في حياتي. ايوه قلت والله قاعد اقول للناس الفرايز. قاعد طبعا انت العلم الاوردر رايح معروف لمين؟ صب له خرطيات. ليش؟ حتعرفه بعد شوي. يلا في يا جماعه موقعين للفود كورت. احنا متواجدين الحين في الموقع الاول في كنتاكي وفي الاتيلا والمطاعم الثانيه سبوي ماكدونالدز كل مطاعم موجوده تقريبا المعروفه. وفي موقع ثاني الحين بنروح له. الفود كورت الموقع الثاني يا جماعه شوف ايش مكتوب فوقه ثيم بارك. ليش ثيم بارك؟ تعالوا نشوف مع بعض يلا. وهاي الموقع الثاني للفود كورت في الزاويه الثانيه تحت السلم. كراك مقانيس وماكدونالدز موجود جو كريسبي دونيت البخاري وفي قعدات وامور طيبه. اللي يشفع له الفود كورت اللي هنا انه عنده كراك مقانيس. هذه احد الاشياء النادره ترى في المولات في كرك يعني. اوكي صح والله ما جاب بالي والله صح. الاشياء القويه مش موجوده في قطر مول. ها طبعا من الفود كورت شوف النزول ذكرنا الايس. ها حمود ذكرنا الثلج واللاي. شوف الحين عالم الانجري بيردز
شوفوا يا جماعة، شوفوا هالموقع للأطفال. حمود أكاد أجزم إن نص اللي في الدوحة أصلا ما يعرف هالموقع. والله أول مرة أدخل هنا. شوفوا يا جماعة الأنجري بيرز موجود من ضمن المكان اللي فيه موقع الثلج الحجوزات وإلى آخره. هاي الأنجري بيرد. إيش رأيك بعالم الأنجري بيرد حمود؟ يا جماعة مش تقتني أشياء فقط. لا لا في رايت هناك، في فعاليات نفس الثلج. الصغار والكبار. إيه. بس هاي الاقتناء للصغار إذا والله في ناس كبار يحبوا هالأشياء حمود. يا جماعة والله للأسف صرت مني، كان ممكن ندخل نلعب بس للأسف ما في وقت، ولازم عشان ندخل نصور شتات لازم يكون عندنا بطاقة الكاستمر، بطاقة الدخول. المهم إنه في ألعاب موجودة للصغار والكبار. قال للصغار والكبار، الكبار مسموح يلعبوا أي الألعاب عشان طول عندهم مناسب. هذه في الفود كورت اللي فيها مقانيس. نعم. عشان ما يتلخبطوا. واللي جنبها على طول السنو. صح. صور لهم يا هلا. موجود. حمود. مكان للجيمين. شوفوا يا جماعة بنفس اللوكيشن، السنو. انجري بيرد مكان للجيمينج وفيفا وشاشات وسماعات سبيكر نفس اللي موجود في قطر مول. ما عندك ميزه بس هنا اكبر صراحه. يا سلام يا سلام شباب الجيمينج، شباب الجيمينج مدلعينكم والله. نعطيها الكاميرا الواسعه. شوف عشان اكون معاكم صريح وكل واحد يقول لي له ولا عليه، مش من افضل شركات الافلام لكن افضل من قطر مول بدرجه بسيطه، بس افضل. دن والله زين. شوف جبرنا صراحه. بس مين اللي فاز بالتحدي؟ يعني شوف لو كل واحد الحين فينا حيصوت حيقول انا وانا وانا. زين انصافا انصافا حمود والله. شوف انصافا كتنوع كمكان اكبر براعي يمكن الاطفال بشكل اكبر، كمعلومات وصلت للناس، هذا النور اللي ندور عليه. زين فيستيفال بيفوز بهالشيء، لكن اقول لك ايش اللي بيفوز فيه قطر مول. في ناس ما بتحب ترى المساحات الكبيره. صح. ولا بتحب تمشي مسافات طويله. صح والله. يعني ما تمشيني كل هالخط كامل وتقول لي هنا في كل شيء عندك. لا، الحلو في قطر مول يا جماعه بيجمع اغلب هالامور في مكان محفوظ ملموم صغير. بلس المترو. غير المترو شاشات كاس العالم. اوه هذا شيء اساسي. صح هناك. صح. يعني هناك تقدر تحضر المباريات، هنا ما عندك الميزه يعني خلال كاس العالم. جوك كره كاس العالم قطر مول. بالضبط. جوك تم شايف مكان واسع واطفال. وقف 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 هي معلومه مهمه. خلاصه الكلام المكانين لازم تزورهم. مين انت حدد بناء على الكلام اللي انقال مين اول؟ ما بيفرق معانا. واذا يا اخي اذا ما حتروح اكتب في الكومنت مين اغراك بالمعلومات اكثر؟ المكان اللي فاز رائع صراحه. لو في فندق هنا كان قلت لك انت فزت. يا اخي روح. خلص الفيديو ما جبنا طاري احمد. شوف كان من زمان في نية للانقلاب. من زمان صراحة. في نية للانقلاب وجايب بفايز لأحمد تكاوي. والله شوف أبو صابر حتى لو مش معانا هو موجود في الداخل أبو صابر. شوف أعطيكم المختصر، شفتوا آخر فيديوهين أنا مريض ومزكم وصوتي رايح. لو دخلني في الشات شيء معاك. مريض وصوتي رايح. وقبل من وين أخذت المرض؟ من حمود. حلو. وحمود أعطاني المرض. فشكلي كنت مكارن وما فحصت. وفحصت وطلع سلبي. آخر يوم تصوير بالفيديو الأخير أحمد تعب على آخر اليوم، أنت ما كنت موجود. وهذا كحز كم؟ الرجال فحص طلع فيه كورونا. الله يسامحنا. الله يسامحنا. أجيب شوية عن الملاعب. فترة 5 ايام رايحين. هو غايب. نعم بس طلباته موجوده. اي والله نعم. فرايحين نودي له فرايح. يلا ابو الصابر ما عليك شر ان شاء الله. ابو الصابر ابو الصابر. احمد شوي والله شوي. فان شاء الله يا جماعه دعمكم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه يكون احمد فيها خلص كورونا. صلوا على خير. صلوا على رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه. حسابي تحت في الكومنت قسما بالله 98.